السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الصعب سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في عندنا النهاردة أحبائي في الله وتلامذتي المحببين، في عندنا موضوع في منتهى الأهمية بينزل كتير أوي في الامتحانات، اللي هو الفورس فنتريكل. الفورس فنتريكل ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن كابتي، وده إحنا شفناه قبل كده هون وتعرفنا عليه في وسط ما احنا بنتكلم بقى في الباك اوف بونز والباك اوف اوبن مدلة، واحنا بنتكلم في السريبيلم، وخدنا السوبير والانفيرو مدلة ريفيلا. فطبعا الفورس فينتريكل ده احنا خدناه في الحاجات اللي قبل كده، بس بقى بنجمعه هو كموضوع. هو كافيتي. الكافيتي ده بقى فين؟ ده في الهايند برين. اصل احنا كنا اتفقنا السريبيلم ده يا جماعه اكبر جزء من الهايند برين، وكنا اتفقنا اثناء الديفلوبمنت في الامبريولوجي المفروض ان البرين بيتكون في الاول من فور برين وميد برين وهايند برين. والهايند برين ده بتاعنا كان عباره عن بونز ومدله وسيريبيلا. ربنا وهو بيعمل كل جزء من البرين وبيخلقه بقدرته وبعظمته، خلق لكل جزء منه كافيتي. فالمولى عز وجل خلق الهايند برين اهو، وخلق الكافيتي بتاعه مين؟ الفورس فنتريكل. الفورس فنتريكل ده الكلمه المشهوره دايما بتقال عليه ان هو الكافيتي اوف ذا هايند برين. ومكانه فين؟ هتقول يا دكتور ده سؤال بايخ بايخ قوي. ما احنا عرفنا بقى، عرفنا ان هو موجود على الباك اوف بونز والباك اوف اوبن مدله وان فرونت اوف ذا سيريبيلا. شكله ايه الفورس فنتريكل ده هون؟ والله يا حسن انت بتبص عليه منين؟ البصه المشهوره اللي احنا بنبص عليه فيها دهيا اللي هي بنعمل ساجيتال سيكشن في البرين، ونبص عليه هنا هون كده هون من الجنب. فده زي ما اتفقنا خيمه خيمه، سقف الخيمه اهو السوبيرور والانفيرو ميدلري فيلا، والفلور بتاعه الباك اوف بونز هاند باك اوف اوبن ميدلا. فده في المنظر المشهور ده بتاعنا اللي انت تبص عليه من الجنب، لا ده خيمه اكيد. بس بيني وبينك لو انت بصيت عليه من ورا هيطلع شكله ايه؟ هيطلع شكله رباعي الأضلاع. هيطلع كده، آدي ضلعين فوق وآدي ضلعين تحت، فطلع رومبويد إن شيب. وحتى كتير قوي بيقولوا على الأخ دون اللي هو الفورس فنتريكل، بيقولوا عليه الرومبويد فوسة، الرومبويد فوسة. فهو رومبويد ان شيب يعني دايموند ان شيب اهو كده اهو رباعي الاضلاع، وانت بتبص عليه من ورا. وده منظر زي ما انتم عارفين بوستير اوف فيو للميد برين اهو بالكوليكولاي بتوعه ماشي، والباك اوف بونز والباك اوف مدله والسيريبيلم المفروض مخبي المنطقه دي اللي هي الباك اوف بونز ومدله، ف شاقينه ونص جايبينه على ناحية هو عامل له ريتراكشن، والنص التاني عشان ما ضايقناش راح قاطعينه خالص ماشي. فده الرومبويد شيب ده فورس فنتريكل لو انت بتبص عليه من ورا، او لو انت شفت ايه من الجنب زي ما خدنا طبعا ده تنتين شيب. ما دام بقى ده رومبويد شيب، رومبويد معين كده هون، يبقى ليه كام انجل؟ اي رومبويد في الدنيا ليه
أربعة أنجلز. أدي الأبر أنجل، والأبر أنجل دي على فكرة متصلة فوق، متصلة فوق بمين؟ بالسيريبرال أكويدكت أوف سيليوس، اللي هي الكنال اللي ماشية في البوستيرور بارت أوف ذا ميدبرين. هذا الأبر أنجل، أخوها أهو اللور أنجل، وده متصل برضو بقناة، متصل يا جماعة بالسنترال كانال اوف ذا كلوزد ميدلا. وطبعا انتوا عارفين السنترال كانال اوف ذا كلوزد ميدلا دي متصلة تحت بمين؟ بالسنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. فالابر انجل واللور انجل دول اتنين زي بعض، فاتحين على قناتين، قناة فوق سيريبرال اكويدكت اوف سيلفيس، وتحت السنترال كانال اوف ذا كلوزد ميدلا. طب الانجل بقى اللي على اليمين دي واللي على الشمال ليه تو لاترال انجلز؟ لو تو لاترال انجلز عند تلاقي مين؟ عند تلاقي السوبيريور سيريبيلار بدانكل والانفيريور سيريبيلار بدانكل. عن تلاقي الانفيرور سيربيلار بدانكل وداخل السيربيلا ما هو، والانفيرور سيربيلار بدانكل وداخل السيربيلا ما هو، والزاوية دي عند تلاقي السوبير والانفيرور سيربيلار بدانكلز دي اللاترال انجلز اليمين والشمال. يا ترى ايه الباوندرز بتاعت ال رومبويد فوسا دي او الفورس فنتريكل؟ الباوندرز بتاعتنا تعالى اولا نشوف اللاترال باوندرز. اللاترال باوندرز دي احسن صوره نشوفها فيها مين مبدئيا دي، وبعدين نراجعها على الصور الثانيه. دول في عندك بقى كام لاترال باوندري؟ اكيد عندي أربعة باوندرز. الأربعة باوندرز اتنين فوق أهو above lateral boundaries. الأبر lateral boundaries دول يا جماعة، الأبر lateral boundaries دول مين؟ دي البندلز of nerve fibers اللي بتوصل مين بمين؟ الميد برين للسيريبيلوم. وبتظهر بص اهي، بتظهر بص فين؟ تحت الانفير كوليكولاس بالظبط. مين ده يا جماعه البندل اللي بتوصل ما بين البيد مرين والسيريبيلم وبتظهر تحت الانفير كوليكولاس؟ طبعا ده اكيد السوبيريور سيريبيلر بيدانكل. طب مين بقى الضلعين اللي تحت دول؟ بيلو and lateral. below and lateral دي بقى عبارة عن التيوبريكل ده، وبعدين التيوبريكل ده، وبعدين البدانكل ده. مين التيوبريكل ده؟ وان ده الجراسيل تيوبريكل lateral الكونييت تيوبريكل. لاترال ليهم مين بقى البندل اوف نير فايبرز دي اللي طالعه توصل ما بين المضله اوف بولونجاتا والسيريبيلم؟ طبعا اكيد اللي بيوصل المضله اوف بولونجاتا بالسيريبيلم ده الانفيريور سيريبيلر بدانكل. انفيريور سيريبيلر بدانكل، فيبقى فوق ولاترالي التو سوبير سيريبيلار بدانكلز، بيلو وانفيرولي جراسيل كونيت تيوبريكلز انفيرور سيريبيلار بدانكل. دي الابر لاترال واللور لاترال باوندرز. طب نهون بقى في النص ما بينهم في مين؟ في النص نهون بقى يا جماعه في جيب كده، هو
بيجيب كده هو عند تلاقي السوبير والانفيرو سيريبيلار بنانكلز عند اللاترال انجل ده. عند اللاترال انجل هنا هو في جيب هيمتد لاترالي والقدام اسمه اللاترال ريسيس. لاترال ريسيس تشوفوا احسن اللاترال ريسيس ده فين؟ هم يا جماعة السوبيرو باوندري سوبيرو سيريبيلر بدانكلز والانفيرو باوندري تيوبريك تيوبريكل بدانكل جراسيل كونيت تيوبريكلز انفيرو سيريبيلر بدانكل. وشايفين بقى الزاوية دي في النص بقى ما بين الباوندريز اللي فوق ولاترال واللي تحت ولاترال. في اللي عند اللاترال انجل دي شايفين بيمتد الجيب ده هو كده هو من اللاترال فنتريكل والجزء اللي على اللاترال اسبي ده اسمه لاترال ريسيس. ماشي. بعد كده هون في عندك مين تاني؟ صورة حلوة باين فيها الجماعة دول في منتهى هو الجمال. السوبيرو سيربيلر بدانكل فوق لاترال تحت تيوبريكل تيوبريكل بدانكل جراسيل كونيت تيوبريكل انفيرو سيربيلر بدانكل في النص ما بين الجماعة اللي فوق والتحت دول ادي اللاترال ريسيس ده عند اللاترال انجل عن تلاقي السوبيرو الانفيرور سيربيلر بدانكلز. شايفين الجيب ده اللي داخل اهو الباين الاسود دون ده اللاترال ريسيس اوف ذا فورس فنتريكل. يا ترى بقى ايه الفلور بتاع الفورس فنتريكل؟ طبعا مش هقوله لك يعني. ليه مش هقوله لك؟ لان احنا خدناه اوريدي. الفلور ده يا جماعه المنظر ده جميل قوي. المنظر ده لو تقدر تعمله في المشرحة برين يكون طالع لسه جديد وتروح جاي بقى كده هو من البوستيرور سيرفس اوف ذا سيريبيلم وتروح شقه في النص شقه بص السيريبيلم في النص اهو فتحوه زي الكتاب نص يمين ونص شمال ومعاه اتقطع مين السوبيرور ميدالا ريفيلا ما هو الجميل قوي ده الملايه البيضة اللي ايه اللي بتبقى فوق دي اللي احنا خدناها اهي والملايه البيضاء اللي تحت الانفيرو ميدالا ريفيلا ما هي ففتحوا كمان الروف اوف ذا فورس فنتريكل وده بقى الفلور اوف ذا فورس فنتريكل اللي هو باين لك اهو رومبويد ان شيب بقى رومبويد ان شيب يبقى ده يبقى الرومبويد فوسا بيقولوا عليه المفروض البوستيرو سيرفيس بقى وبونز والاوبن ميدالا دي بتتقسم ناخدها بقى في احسن رسمه فيهم في الدنيا الرسمه دي اللي انا كنت حتى شرحت لكم عليها في الاول ونكبرها لكم قوي 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 زي المره اللي فاتت و نبص ليه يا جماعه الفلور اوف ذا فورس فنتريكل ده عباره عن البوستيرور سيرفيس او الباك اوف بونز والباك اوف ذا اوبن ميدال الرومبويد فوسا ده هي او الرومبويد ايه شيب ذا فلور بيتقسم بالطول وبالعرض بيتقسم بالطول بالسالكاس ده اللي هنا اتفقنا ان هو في الميدل لاين فيبقى اسمه ميديان لونجتيودينال بوستيريور او دورسال سالكس فده الميديان لونجتيودينال سالكس واحسن للدقه يبقى ميديان دورسال او بوستيريور لونجتيودينال سالكس ده ماشي بالطول اهو لونجتيودينال فراح اقسم لك الفلور اوف ذا فورس فنتريكل لنص يمين ونص شمال راح جاي لك بقى
الترانسفيرس فايبرز دول. ترانسفيرس فايبرز دول كتير ولا قليلين؟ قليلين. واتفقنا ما يكون باند اوف وايت ماتر، وقليلين بيتقال عليهم سترايا، ودي الميدالر سترايا. و بيتهيألي كنت وريتكم طبعا واحنا بناخد في المظله الكات سيكشن بتاع المظله والنيوكليس اللي طالعه منها الفايبرز دي، وطلعت هنا هون وراحت عامله كروسنج كل واحده فيهم عشان تخش في السيريبيلم. فدي الميدالا ريستراية الشهيره اللي معديه بالعرض، راحت قسمه الرومبويد فوسا بالعرض للور ميدالري بارت اللي هو الباك اوف مدلة، الباك اوف اوبن مدلة، وابر بونتاين بارت. بالترتيب اللي احنا كنا خدناه، مش احنا كنا خدنا الاوبن مدلة في الاول وبعديها كنا خدنا البونز، فزي ما خدنا كمان زمان المدلة ريبارت ده هو المدلة ريبارت ده اول لما اشوف هشوف فيه في شيبد ديبريشن، في شيبد ديبريشن اهو، والفي ده هي مقلوبه الايبكس بتاعها فوق عند الميدالري سترايا، والدراعين بتوعها مفتوحين لتحت. نبص نلاقي المنطقه الديبريس ده هي اللي ما بين حرف الفي دي اسمها انفيريور فوفيا، انفيريور فوفيا. وافكركم ما تنسوش ان في ليه قلتوا عليها inferior؟ لأن أختها فوق هنا هو أختها فوق تبقى superior fovea اللي هنعرفها كمان شوية. ال inferior fovea ده هي قسمت ال lower part اللي هو المدلري بارت دون لثلاث أجزاء. إيه الثلاث أجزاء دول؟ ثلاث أجزاء مثلثين، عشان كمان بيتقال عليهم 3 trigones. ترايجون ميديال اوت، وده تلاقيني مكتوب كاتب لك عليه نمره 12 لانه اسمه هايبو جلوسال ترايجون. ماله ده بالهايبو جلوسال نيرف؟ اصل دي بليك على طول، خش في الدبس تلاقي الهايبو جلوسال نيوكلياس، نيوكلياس اوف هايبو جلوسال نيرف اللي هو الكريا نيرف نمره 12. فده عشان دي بلينا على طول هايبو جلوسال ترايجون ايه نيوكليوس، يبقى ده هايبوجلوسال ترايجون. الانفيريور فوبيا نفسها بقى دي بيتقال عليها فيجال ترايجون. ليه؟ خش ديب كده في الكات سيكشن، وكنت وريتكم الكات سيكشن ساعتها على فكره. ديب ليك في الكات سيكشن على طول في الدورسال نيوكليوس اوف فيجاس، وكنت وريتكم على طول في ساعتها الكات سيكشن بتاع الاوبن مظله وتحتينا الدورسال نيوكليوس. المنطقة دي اسمها فيجال ترايجون عشان الدورسال نيوكليوس اوف فيجاس، وده طبعا الكريان نيرف نمرة 10. لاترال ليك في منطقة مش مثلثة قوي يعني الصراحة، فبيتقال عليها فيستيبولار ترايجون او فيستيبولار اريا، وللدقة بيتقال عليها لور فيستيبولار اريا او ميدالري فيستيبولار اريا. طبعا بديهي ليه سموها فيستيبولار؟ عشان دي بليك على طول في نيوكلياي وينوس تبع الفيستيبولار سيستم. اصل احنا عندنا الفيستيبولار نيوكلياي اربعه نيوكلياي، اربعه نيوكلياي. فين الاربعه نيوكلياي دول؟ اهم ده ساجيتال سيكشن في البونز وفي المظلة. في عندي سوبيريور فيستيبولار نيوكليس وانفيريور فيستيبولار نيوكليس وميديال، نمرة 2 دي ميديال فيستيبولار نيوكليس، ونمرة 4 دي لاترال فيستيبولار نيوكليس. نبص ليه يا جماعة inferior vestibular nucleus دي في المدل، واللور هاف اوف ذا ميديال
فاحنا عندنا هنا يا جماعه المنطقه دي اللي اسمها فيستيبولار ترايجون او الميدلر فيستيبولار اريا او اللور فيستيبولار اريا، دي بتكون ديب ليها في الانفيريور فيستيبولار واللور هاف اوف ذا ميديال فيستيبولار نيوكليس. يعني احنا عندنا اربعه فيستيبولار نيوكلياي، نيوكلياي ونص منهم تحت في المظله، واثنين ونص هتلاقيهم فوق عندك في البونز. ماشي، نيجي يا جماعه بعد الثلاثه فيستيبولار اريا دول، نبص كمان بقى الرسمه الاجمل دي. ادي المظله الاسترايا والفي شيبد المقلوبه هي تحت دي، الانفيريور فوفيا اللي عامل زي حرف الفي، وفي نص حرف الفي في الفيجال ترايجون دي بليك الدورسال فيجال نيوكليس، ميديا ليها في نمره 12 هايبوجلوسا نيوكليس، فعشان كده دي هايبوجلوسا ترايجون، ودي اللاترال فيستيبولار اريا اللي دي ليها في فيستيبولار نيوكليس ونص، نص الميديال والانفيريور فيستيبولار نيوكليس. خد بالك بقى من حاجه مهمه جدا في المنطقه دي عشان تحفظها بسهوله. كنت قلت لكم احنا بناخد طبعا المظله دول تاخدهم من الميديال للاترال، هي تاخدهم من اللاترال تو ميديال، فلو خدتهم فروم لاترال تو ميديال دي 12 10 8 اللي هو الفيستيبولار بارت اوف فيستيبولار كوكلير نيرف ده نمره 8، فيبقى ده اهو المنطقه بتاعه الكرير نيرف نمره 12 هايبوجلوسال 10 فيجاس 8 فيستيبولار، او تاخدهم من لاترال تو ميديال 8 10 12، فتاخدهم فروم لاترال تو ميديال تاخدهم فروم ميديال تو لاترال هي فهم 8 10 12 او 12 10 8. طب نيجي بقى للابر بونتاين اريا. الابر بونتاين اريا في عندي الميديان لونجتودينال سالكس اهو، هتلاقي الميديان لونجتودينال سالكس لاترال ليه على طول، في اليفيشن ماشي بالطول اسمه ميديال ايمننس، ميديال ايمننس. اللور بارت اوف ذا ميديال ايمننس بيعلى قوي، فعشان بيعلى قوي قالوا عليه فيشيال، فيشيال ايه؟ ما شبه دول زي الكوره كده الصغيره، كوره صغيره يعني كوليكولاس، فقال لك دي تبقى فيشيال كوليكولاس دهي، وكنا خدنا وريتك الكات سيكشن ساعتها. الفيشيال كوليكولاس ده معمول بمين؟ بالفايبرز بتاعت الفيشيال نيرف، محوطه النيوكليوس بتاعت الكرير نيرف نمره 6 اللي هو الابديوسنت نيوكليوس، فعشان كده مسمينها فيشيال كوليكولاس، هي الكوره بتاعت الفيشيال مش الفيشيال نيوكليوس، الفيشيال فايبرز اللي حوصت الابديوسنت نيوكليوس، ودي بتجيلك في الام اس كيو، فخد بالك لو قال لك مين الفايبرز اللي عامله الفيشيال كوليكولاس دي الفيشيال فايبرز، لكن لو قال لك مين النيوكليوس اللي عامله الفيشيال كوليكولاس دي الابديوسنت نيوكليوس، ولو حب الاثنين يبقى الفيشيال فايبرز محوطه الابديوسنت نيوكليوس، وكنت وريتها لكم في الكات سيكشن ساعتها. راجع البونز، الكلام ده كله على فكره انا بقول ده جاست مراجعه عشان هي حته يمكن بايخه شويه. نبص نلاقي الميديال ايمننس، الميديال ايمننس دون على اللاترال اسبكت بتاعه، اللاترال اسبكت بتاعه في سالكس،
السالكس ده اللي على اللاترال اسبكت اوف ذا ميديال امنس، ده بيتقال عليه سالكس ليميتانس. وكنت قلت لكم ساعتها ده عشان بيعمل اللاترال ليميت، فعامل اللاترال ليميت اوف ذا ميديال امنس فسموه سالكس ليميتانس. السالكس ليميتانس ده بيتقسم لابر بارت، الابر بارت ده اسمه لوكس، اسمه لوكس سيرولانس، لوكس سيرولانس، سوري لوكس سيروليس، لوكس سيروليس ماشي، او لوكس سيريوليس هو بايخ كده هون، لوكس سيريوليس. وحتى الكتب المصريه ما تكتبوش خالص، شوفوا عندك في الجامعة بيجيبوا سيرته ولا لا. لو مضايقك اللوكس سيروليس دون خلاص رش ماء عليه. المهم بقى ان السالكس ليميتانس ده الابر بارت بتاعه اللي اسمه لوكس دون سيريوليس دون، اللور بارت بتاعه بتاع السالكس ليميتانس عامل لك حفرة عاملة زي الهلال، الحفرة اللي عاملة زي الهلال ده هي بيتقال عليها السوبيريور فوفيا. السوبيريور فوفيا ده وان لاترالي كالمعتاد البونتاين فيستيبولار اريا، او تقدر تقول عليها الابر فيستيبولار اريا. واتفقنا دي بليك في مين هنا بقى في البونز، اتنين نيوكليس ونص من الفيستيبولار نيوكلياي اللي هما مين؟ الابر فيستيبولار نيوكلياس واللاترال فيستيبولار نيوكلياس والابر هاف اوف ذا ميديال فيستيبولار نيوكلياس ماشي. فيبقى ده الفلور اوف ذا فور سيمتريك، لازم تقسمه الى ميدالاري بارت تحت وابر بونتاين بارت، ونشوف الفيتشرز بتاعته دهيا. وفي الامتحانات بتنزل كتيره جدا 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 جدا. نشوف كده الوقت بتاعنا وصلنا لحد فين، كفايه كده ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.